السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حلقة مهمة جدا ومفيدة جدا جدا لكل واحد عايز يشتري موتوسيكل في الزمن اللي احنا فيه. للأسف طبعا عندنا أنواع كتير جدا من الموتوسيكلات، في درجة أولى ودرجة تانية من كل نوع. بعض التجار، لأن في تجار بتعملها دون قصد، بتعمل إيه؟ بتقلل في سعر المنتج بتاعها. يعني مثلا الموضوع ده حصل معانا شخصيا كذا مرة. واحد من بره البلد اتصل بيا عايز يقفل موتوسيكل تحت امرك. خدت العده بتاعتي، طبعا نوعه ايه؟ نوعه كذا، كل موتوسيكل وليه العدد اللي هتقفل بيه. في موتوسيكل محتاج الانكهات، واحد لا، واحد محتاج مثلا شاكوش او حاجه ادق بيها، واحد لا كده. فخدت الحاجه بتاعتي طلعت على البلد، وطبعا انا نادرا لما بطلع اقفل بره الورشه اصلا، ولكن في ناس ما ينفعش اقول لها لا، ناس زباين قديمه فما ينفعش اقول لا. طلعت، ده كانت اول مره تحصل معايا. ففتحت الصندوق، بفتح ارص حاجتي الاول وانظم شغلي وبعد كده اجمع زي ما بنشوف الفيديوهات. فتحت فقلت له الموتوسيكل ده انت جايبه على السن هو نوعه ايه؟ قال لي ضاير 4 الاصلي انضف حاجه. قلت له على فكرة ده سيو متعدل. قال لي ايه اللي عرفك؟ قلت له ايه اللي عرفني ايه؟ هو ده سيو متعدل. ده يعني شوف، انا قبل ما اقفل عشان ما تقولش ان انا كنت عارف وما قلتلكش، انت جايبه من مين؟ قال لي من فلان. قلت له انت روح له قول له ده دايو 4 سيو متعدل او دايو كذا، او فهمه ان انت عرفت، بعد كده انزلك في السعر. ماشي، ما نزلش، ما فيش فيها مشكلة، المهم ان انت قبلت على الوضع ده. وكان نفس الموضوع، والحمد لله قفلنا الموتوسيكل وخلاص واتفاهموا مع بعض. حصلت بعد كده واحد جاني محتاج موتوسيكل مثلا كذا، بكام؟ قلت له وليكن ب 25000. ازاي يا عم ده عند فلان ب 24؟ قلت له انا ممكن اجيب لك اللي عنده ب 24 مثلا ب 22 ونص. معروف ان الحمد لله يعني اقل سعر في السوق، يعني بلف على كذا واحد. فقال لي طب يعني ايه الفرق؟ قلت له ممكن يكون في ناس، نوعين بقى من التجار، خد بالك من الحته دي، نوعين من التجار. اول نوع بيعملها مش بمزاجه هو، مش فاهم اصلا. يعني مثلا راح جاب صفقه موتوسيكلات مثلا 20 30 موتوسيكل، فجاب درجه اولى مع ثانيه مع ضاي ومع هوجن مع مش عارف ايه، وكله مسطره مع حلاوه. طبعا كله مسطره، احنا اتفقنا قبل كده في الفيديوهات على قناه عياده الموتوسيكلات ان رقم 4 الاغلب كل قطعة بتمشي على بعضها، 8 و10 وبست كل يوم بيمشي على بعضه، فهو ما يعرفش ايه بتاع ايه، فممكن يلخبطهم مش بمزاجه. ده حصلت قدامي، كنت برضه بقفل موتوسيكل واحد وجايب لي طقم شكمان مش اصلي، يعني الماكينه كلها اصلي، كل حاجه 100%، طقم الشكمان مش بتاعها. فقلت له يابا لو سمحت طقم الشكمان ده مش تبع الليله، ازاي تعالى انت جايبه منين؟ من فلان. فلان ده طالع حبيبي يعني راجل محترم. خدت الشكمانات ورحت له قلت له على فكره طقم الشكمان، قال لي والله ده اللي عندي كله. قلت له لا مش كله، واحده واحده، طلع لي اللي عندك كله. فلما طلعت قلت له تعالى بقى ده الاصلي. قال لي ايه الفرق؟ قلت له الفرق 1 2 3 4، وعملت فيديو الفرق بين الشكمان الاصلي والعادي من الفيديو ده، من الموقف ده، ونشرته على نفس القناه تقريبا، الفرق بين الشكمان الاصلي والمصري. فقلت له على الفروق، قال لي والله اول مره اعرفها دلوقتي، اتفضل خد الاصلي اهو وسيب ده. فطبعا ده ما يعرفش، ده مش قصده يغش، هو ده ما يعرفش، ده اخره كده تمام. وفي واحد تاني لا غشاش عارف، يعني حصلت ان ممكن يجيب لك مثلا موتور وشاسيه بتوع حاجه على حاجه تانية، او موتور بتاع حاجه على حاجه تانية، وينزل لك في السعر، او يبدل لك. شوف اكتر حاجه بتتبدل اصلا في الموتوسيكلات طقم الصاج، الشكمانات، الجنوط، دول اكتر حاجه بتطلب. يقوم منزل لك من ثمن المكنه مثلا 1000 ونص او 1000، او عشان ما تتفقاسش خالص 500 600 700 في الحدود ديت، ويقول لك ايه ده انا مظبط لك الدنيا، وهو واخد من وراك 3 4000 جنيه مثلا تمام. فروق قطع غيار، بيع مثلا طقم الصاج بكذا مبلغ، ببيع بكذا، ففي فروقات. فنصيحه لله عشان تتفادى الموضوع ده، ما تقوليش اعرف ازاي، لان مش هتعرف. يعني برضه موقف ده حصل معايا انا شخصيا، واحد الله يبارك له، يعني ده صديق شخصي، كل موتوسيكلاته من عندي، هو كل ما يجيب موتوسيكل لازم يديني القديم وياخد الجديد، ده من عنده.
فجاء المره اللي فاتت ديت لما انتشر بقى موضوع اللعب بيقول لي ها الموتوسيكل ملعوب فيه ولا؟ فقلت له تعالى خدته على معرض راجل محترم بكام بكذا، طب تعالى خش نقي بقى. انا من النوع اللي بحب انقي شغلي ده. ده طلعت له موتوسيكل كامل وخدت له طقم صار مش اصلي، مش بتاع المكنه. ايه رايك في الموتوسيكل؟ ويا الله ينور ومش عارف ايه. هو اتبسط، هو قال لي خلاص الله يبارك لك. قلت له طب على فكره طقم الصاج ده مش بتاع المكنه. ايه اللي عرفك؟ قلت له اللي عرفك انا اللي مطلعه، انا اللي مطلع طقم الصاج. طب اقول لك حاجه بقى، انا طقم الصاج الاصلي اهو بتاعك اللي انت هتاخده، وده اللي انا طلعته لك. شيل ده وشيل ده، شوف التيكت، شوف شوف. هتصدق ده انا ممكن يا ده انا اللي عامل فيها. قلت له يابا هو اللي بتغش اللي عامل فاهم اصلا. انت لما جيت لي قلت لي انا وانا وحسيت ان انت مرم، حبيت اطلع لك حاجه مش مظبوطه عشان اشوفك هتعمل ايه. قال لي طب ما على كده هو احنا ماشيين بحاجه واحده بس بعد تيسير ربنا، امانه التاجر. قلت له ما هي دي الوحيده اللي هتقدر ايه تمشي بيها، غير كده مش هتعرف، لان ممكن واحد يبدل لك حاجات انت ما تتخيلهاش وما تعرفش هو بدل ايه. فعشان كده نصيحه لله، نقي التاجر قبل المكنه. يعني ايه؟ اتقي خضراء الدمن في المنبت السوق. نقي الراجل اللي تعرف تتكلم معاه. كلام جميل؟ وقفل كويس وظبط امورك، وانت كده كده دافع فلوس. مش اكتر من كده. ايه اللي هيتبدل؟ ممكن يبدل طقم صاج، شكمانات. الموقف ده وردت عليا كتير، فانا عشان كده حبيت انقل لك يعني ايه حاجات حصلت معايا ومواقف عشان تاخد بالك، مش اكتر من كده. يعني فلوسك اكيد طالع عينك بيها زينا كلنا، فربنا ييسر امرك ويسترها معاك. ما ننساش دعوه خالصه لينا، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم تحت في التعليقات، والاشتراك في القناه والاعجاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.